ومن اليمن إلى لبنان حيث شيع حزب الله القيادي البارز طالب سامي عبد الله الحاج أبو طالب والذي قتل في غارة إسرائيلية على بلدة جوية بقضاء سور جنوبي لبنان مساء الثلاثاء ومتوعدا بعمليات أشد وأقوى كما ونوعا ضد إسرائيل وخلال التشييع توعد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين اسرائيل بالمزيد من العمليات كما ونوعا، ومساء امس الثلاثاء اطلقت مسيره اسرائيليه صواريخ على منزل في بلده جويه بالقرب من الحدود مع اسرائيل ما ادى الى مقتل الحاج ابو طالب وثلاثه من عناصر حزب الله. وجاء الرد سريعا على اغتيال القيادي بحزب الله الحاج ابو طالب حيث اطلق حزب الله ما لا يقل عن 170 صاروخا على اسرائيل وهو الهجوم الاكبر منذ بدء المواجهات بينهما في الثامن من اكتوبر الماضي وقالت اذاعه الجيش الاسرائيلي ان 215 صاروخا وقذيفه اطلقوا من لبنان على اسرائيل منذ ساعات الصباح فلنتابع والتعليق ينضم الينا عبر الانترنت من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني قاسم قصير سيد قاسم حييك على الجزيره مباشر العمليه الاخيره للاحتلال الاسرائيلي واغتيال واحد من اهم قيادات حزب الله هل يقربنا من مواجهه مباشره وشامله بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومه اللبنانيه ام لا نحن أمام تصعيد كبير يعني سواء من قبل العدو الإسرائيلي أو من قبل المقاومة الإسلامية وكما أشرت حضرتك أنه اليوم كان أكثر يوم يستخدم حزب الله عدد الصواريخ التي وصلت إلى أكثر من 200 صاروخ وجههما إلى القواعد والمراكز العسكرية الإسرائيلية لكن حسب معلوماتي من مصادر قيادية في حزب الله أن الحزب لا يريد الذهاب إلى حرب واسعة أو حرب مفتوحة لكنه سيذهب إلى تصعيد متدرج وفقا للتصعيد الاسرائيلي واليوم نظرا لخطوره العملية نفذها عدو اسرائيلي باستهداف احد اهم قيادي الحزب في جوية. عمد الحزب اليوم الى تصعيد عملياته وقد نشهد المزيد من هذا التصعيد في الساعات وفي الايام المقبله نحن أمام حكومة في إسرائيل الآن حتى خرج منها بني جانتس وعيزين كوت ولربما يعني على الأقل هذان الرجلان كان لا يريد في الوقت الحالي على الأقل حرب شاملة مع المقاومة اللبنانية هذه الحكومة بهذه التشكيلة الحالية من الممكن أن تأخذ الاحتلال الإسرائيلي للمواجهة الشاملة يعني هل من الممكن فعلا أننا نرى يعني تدحرج تضر... الأمر في هذا السياق أم أن هذا مستبعد الآن سيد قاسم هذا الاحتمال وارد في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية لكن وفق معلومات حزب الله وتقديرات قيادة حزب الله انه حتى الان لا يريد العدو الاسرائيلي الذهاب الى عمليه واسعه كما ان الامريكيين يضغطون لمنع الذهاب الى حرب واسعه والكل ينتظر نتائج المفاوضات في غزه <applause> وفق مصادر القياديه في حزب الله انه في حال نجحت المفاوضات في بالنسبه لوقف اطلاق النار في غزه هذا سينطبق على لبنان ايضا وسيخف حزب الله عملياته لكن لا احد يعرف ماذا يفكر إسرائيل اليوم نحن امام اسرائيل جديده يعني في ادائها وفي وضعها وهناك تهديدات اسرائيليه لكن هل تستطيع اسرائيل الذهاب الى حرب واسعه كل التحليلات وكل مراكز الدراسات الاسرائيليه تقول ان اي حرب واسعه على لبنان يعني تدمير كبير في اسرائيل من هنا الحسابات الدقيقه بين يعني ما تريده اسرائيل وبين ما هو الواقع القائم حاليا لذلك اسرائيل تلجا اليوم الى توسعه العمليات لكن دون الذهاب الى حرب واسعه سؤال اخير سيد قاسم متعلق بحزب الله وقدراته هل حزب الله قادر على مواجهه مع الاحتلال الاسرائيلي مواجهه كبيره وحرب شامله مع الاحتلال الاسرائيلي في هذا التوقيت نعم حزب الله حسب المعلومات سواء من مصادر قيادية في الحزب أو من مصادر إسرائيلية أنه في حال ذهبت الأمور إلى مواجهة شاملة الحزب سيفاجئ الإسرائيليين والحزب حتى الآن لم يستخدم سوى القليل من قدراته وإمكانياته ويوميا هو يكشف ما لديه من قدرات سواء من الصواريخ المضادة للطائرات أو الصواريخ الجديدة أو الطائرات المسيرة أحد معاهد الدراسات الإسرائيلية تحدث عن عشرات آلاف الصواريخ التي يمتلكها حزب الله والتي قادرة على تدمير وسط اسرائيل المنطقة المهمة بالنسبة لإسرائيل وهم الصحف الإسرائيلية ومراكز الدراسات تحذر القادة الإسرائيليين بأن أي مواجهة يعني ذهاب إسرائيل إلى مرحلة خطيرة وأن حزب الله قادر على هذه المواجهة حتى لو ادى ذلك الى يعني تدمير مناطق لبنانيه لكن الحزب قادر على تدمير مراكز اسرائيليه كبيره وعلى توجيه ضربات قاسيه لاسرائيل اشكرك شكرا جزيلا قاسم قصير السياسي اللبناني والكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك سيد قاسم